بالكيمياء بسألكم اللونو عن توقعاتكم لفرعهم الجديد، وأغلبكم في الكومنتات جاوب صح اللي هو في الأنصب. واليوم نحن جايين نشوف افتتاح فرعهم الجديد اللي بيبدأ من تاريخ 12/5. وبمناسبة الافتتاح نجهزي لكم عروض جدا قوية بتبدأ معكم من اليوم وتستمر لتاريخ 18/5. 18.900 ريال أرز بسمتي 35 كيلو، مي اسكيل 24 حبة 250 ملي على 290 بيسة، حبتين من زيت راف لتر ونص على ريال 850 بيسة، كرتونة حليب الحمرة 48 حبة على 5.490 ريال بيسة، كيلو المكسرات المشكلة على 3.5 ريال، وكيلو اللوز بريالين 750 بيسة، كرتونة بيض دانا الكبير الأبيض أو البني على ريال 290 بيسة، كرتونة دجاج سادي 10 حبات 1100 جرام على 11.430 ريال بيسة. من الأقسام اللي عجبتني عندهم قسم الخضروات العمانية. نفسي أعرف كيف تعرفون إنها حمراء. المهم الكيلو منها على 150 بيسة. كيلو التفاح من جنوب أفريقيا ب 390 بيسة. مسحوق الغسيل بونكس 9 كيلو على 3.490 ريال بيسة. بوكس عطر عربية 3.450 ريال بيسة. 6 حبات من مناديل هوم ميد على 900 بيسة. امسحوا رمز الكيو ار اللي هنا واستفيدوا من الجوائز. هذه هي عروض الافتتاح وفي غيرها الكثير في لون الأنصب، وبتستمر معكم لتاريخ 18/5.